عش السرايا. طيب تحكي لنا عن عش السرايا، شو هاي؟ هذا عش السرايا طبعا أكلة لبنانية مشهورة. نعم. عبارة عن خبز محمص دوسط، يعني أيوة. خبز دوسط محمص، وبعدين في بيجي فوقيها كمان سحلب. نعم. بطريقة مميزة بطعمة المستكة. نعم. وبيجي كمان طبقة كريم. هاي أكلة كتير مميزة، هاي لبنانية. هاي أكل باردة طبعا. يمكن أول مرة، هاي أول مرة، أول مرة تسووها أنتوا. نعم. والسنة إن شاء الله في عنا إحنا برمضان كنافة نابلسية، في المدلوقة كمان، هاي المدلوقة سنة جديدة.